اسالك سؤال، هم بيشوفونا ازاي؟ يعني اتحاد الكوره اضرب دماغك في الحيط، اضرب دماغك في الحيط؟ او سيبهم يتسلوا يا عم. اذا كانت القناه اللي هي الرئيسيه اللي بتنقل الدوري هم اللي قاعدين فيهم مترصصين فيها على الكراسي وبيحللوا الماتشات وبيقدموا الماتشات وبيعملوا برامج بالليل، هي في كوره كده؟ هو واخدنا فحت ورد؟ هو ما فيش حد الا هم؟ الا ايه يا عم ابراهيم، ما احنا نتكلم بجد بقى. طب ايه ده بس، ايه ده ايه ده؟ ويقول لك يلعبوا بستارز، يلعب ازاي بستارز؟ ده ماتش اهلي وزمالك يا جدعان، ده احنا بقول لك بنستناه من السنه للسنه. ايه انا بقول لك يا ابراهيم، لو هم مش واخدين بالهم، عايز اقول لك على حاجه والله العظيم، كل المدربين واللعيبه بتستنى الماتش ده عشان كله بيستفاد منه. بص، علشان دايما هم بيبقى عندهم خلاف او اختلاف في اللي احنا بنقوله ده، عشان احنا هم بيشوفونا اشرار. ما هو انت انا للامانه انا بكلمك بصراحه، بقدرهم كلهم، كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري كلهم على دماغي من فوق، ولا حد بيعبرك. لا سيبك انت من تقدر، هم مش هيقدروا. سيبك، لا لا سيبك من فكره يقدر، انا بتكلم بقدره بمعنى ايه يعني. ما انت بتجيب ناس اسمعني يقولوا رايهم، هم مش عايزينك. اسمعني، يعني اقصد ايه؟ انه انا انتقده، انتقد افعاله، انتقد اللي بيحصل، لكن انا مش مختلف معاه هو كبني ادم كانسان. لا انت كنت بتحب كوبا. لا بقول لك انا ما لا اقصد انا عمري ما كرهت بني ادم، يعني عمري ما صفيت حسابات مع حد. فكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد اقسم بالله انا برتبط معاهم كلهم بعلاقات طيبه جدا جدا، بس للاسف هي حاجه من الاثنين، يا يعني نطلع يا كابتن رضا نقول اللي احنا شايفينه ده غلط يا جماعه وما ينفعش، فانا ارجوكم صلحوا الوضع، يا اما مش هنشتغل الشغلانه دي ونقلبها بقى برنامج للعلاقات العامه، يبقى برنامج علاقات عامه، نقعد بقى نطبل لكل الناس ونسقف لكل الناس. هو في اكتر من كاس العالم يا ابراهيم؟ خلاص نسينا كاس العالم. طب احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه، ينفع اللي حصل النهارده ده؟ هو مين اللي بيدير المنظومه دي كلها؟ مين اللي بيدير؟ هو اتحاد الكوره. طب ولما انت مش قادر تاخد قرار قاعد ليه؟ يعني انت بص يا ابراهيم، انا اعرف ان الراجل اللي هو القوي بقراراته، واخد بالك؟ انما انت اتحاد الكوره ده اتحاد مجاملاتي، اتحاد بتاع مجاملات، اهم حاجه يسدد خانات. وانا قلت لك الكلام ده 100 مره، انت عارف بينجحوا ازاي ولا مش عارف؟ لا ما اعرفش. لا عارف، انا قلت لك المره اللي فاتت، وقلت لك رؤساء الانديه بتوع الدرجه الثانيه والثالثه اللي هم بكل نادي له فيزيتا 20 30 الف عشان ان هو يدوم صوت. امال هم شالوا بند الثمان سنين ليه؟ لانهم عايزين يقبدوا.